خسرت هذه اللاجئة كل شيء. الزاني كان فيهم 250 ألف كمان راح. وعيلاتي أنا من أول مرضاني العيلات كانوا كله بالثلاجة. شفت النار عم يطلع من عند الجيران لبين ما صحت لأولادي طلعت لبرا انحرق البيت كله. صارت كل شيء. حريق آخر التهم خيام اللاجئين السوريين في أربيل. 9 خيام أكلتها النيران فحولتها خلال دقائق إلى أثر بعد عين. لا خسائر بشرية تذكر، لكن وقع الخسائر المادية كان ثقيلا على أناس باتت ترافقهم صفة اللاجئين. فشلت كل محاولات العثور على شيء قد يعوض لهم الخسارة. ذهب المال ومصدر الرزق معا، لا مأوى لهم هذه الليلة. أنا النار صار وصل عندي، طلعت أولادي كلهم لبت الخيمة كلها. زين، ما عندكم خسائر بشرية بس كل شيء راح؟ لا لا، كل شيء راح بس البشرية لا، الحمد لله طلعت كلنا. طيب وين راح تروحون اليوم؟ والله ما أعرف. تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي كاد أن ينتقل إلى المجمع الآخر في منطقة دارة جنوب أربيل. تمكنت فرقنا من أخماد النيران التي التهمت مخيم ناحية دارتو للاجئين. لم نسجل خسائر بشرية، الأضرار مادية فقط، وسيبدأ مركز التنسيق بمعالجة الوضع. وبحسب إحصائية مركز التنسيق للأزمات في إقليم كردستان، يعيش في الإقليم أكثر من 240 ألف لاجئ سوري. 30% منهم يعيشون داخل المخيمات، فيما يقيم البقية داخل مدن ومحافظات إقليم كردستان. حتى اللاجئون أنفسهم لا يعلمون أين سيقضون ليلتهم هذه. تتفاقم أزمات اللاجئين إلى إقليم كردستان كثيرا، فإلى جانب محاولات الحكومة حمايتهم من جائحة كورونا، تجتاح النيران خيامهم التي لا طاقة لهم على حمايتها. لزاكروس تي في، مصطفى سلمان، أربيل.